سلام كبيرة ديالي، كاملين مزيانين لاباس عليكم ونتمنى كل شيء بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نهضر على واحد البارفان اللي غنيه على تعريف، واحد البارفان البنات اللي مثيره جذابه انيقه وبالخصوص انها رومانسيه. ما كايناش البنات اللي تشم فيك هذا البارفان وما تقولك شنو كديري. هذا البارفان من دار إيف سان لوران اللي هي بلاك اوبيوم، المكونات الرئيسيه ديالها هي القهوه والفاني والياسمين. اكثر البنات كيستعملوا هذا البارفان في الايام ديال الشتاء والايام البارده، ولكن الناس اللي مدونين عليها فراه كيستعملوا البنات هذا البارفان العام كامل. بالنسبه للناس اللي مجربينها خليونا الراي ديالكم في لي كومونتير، واللي ما مجربينهاش غير استعملوها والله ما غنين تندموا. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يعملوا مرطب بنفس هذا البارفان للجسم، ياخذوا واحد القريعه جونسون غوز بالاخص اذا كانت غوز، حيت كتكون الريحه ديالها خفيفه على الخضراء والموف، ويمشيو عند شي مول البارفان اللي كيتيقوا فيه ويعطيهم غير ليسانسيا ديال بلاك اوبيوم، خلطوها مع هاد القريعه جونسون وفيما بغاو يستعملوها خلطوها. والله البنات كتبقى واحد الريحه في الجسم كتحمق ما شاء الله، وعاطي يعني ماشي خفيفه. وملي تشريوها البنات اذا قدرتوا ديروها في الثلاجه، حيت الريحه كل ما بردت، ماشي في البلاصه اللي فيها الثلج لا، غير بلاصه بارده غير لتحت، حيت الريحه كل ما بردت الريحه ديالها كتثبت. واذا عجبكم الفيديو وبغيتو نهضر لكم على شي ريحه اخرى، خليوا لي رايكم في التعليق. باي باي.